هل رأيت حيوانا أشد غرابة من الأبخص؟ وهو فصيلة من حيوانات جنوب آسيا ويعيش على الأشجار ولا يظهر إلا في الليل. له عينان كبيرتان ورجلان طويلتان جدا وأصابع تنتهي بكتل لحمية لتسهيل التسلق. ويتمتع هذا الصياد الليلي بقدرات خارقة، فسمعه الحد يلتقط أخف أصوات الحشرات، وعيناه الكبيرتان تحددان موقع الفريسة بدقة متناهية. ويأتي دور أقطامه القوية بالقصف لمسافة تزيد عن 3 أمتار بين الأشجار، وتمكنه أطراف الأصابع بالتشبث دون عناء. سبحان الخالق.